لماذا دفن سيدنا يوسف عليه السلام في نهر النيل؟ ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يعتبر سيدنا يوسف من أبرز الشخصيات في بني إسرائيل، ويعرف باللهجة الفرعونية باسم يوزرسيف، وهو نبي الله إلى بني إسرائيل. وقد جاءت صورة كاملة في القرآن الكريم تسرد قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى هذه القصة بأنها من أحسن القصص التي وردت في القرآن الكريم. واشتهر سيدنا يوسف عليه السلام بقدرته على تفسير الأحلام والرؤيا، واشتهر بجماله الشديد، حتى يقال إنه أخذ نصف جمال الدنيا، مما دفع امرأة العزيز حاكم مصر لإغوائه، وكان له 11 أخاً، وطلب الأخوة من يعقوب عليه السلام أن يسمح ليوسف بالذهاب معهم، واتفق الأخوة على أن يلقوا بسيدنا يوسف في البئر، وتركوه حتى عثر عليه شخص كان مارا بالطريق واتخذه عبدا، ودخل السجن وتعرض لصنوف من العذاب، وعمل لدى بوتيفار حاكم مصر، وتحرر من أسره ليصبح بعد ذلك حاكما لمصر. مكان قبر يوسف عليه السلام. هناك روايتان عن قبر سيدنا يوسف عليه السلام رواها الحنبلي، وقال في الرواية الأولى أن الله تعالى قد أوحى إلى سيدنا موسى عليه السلام بدفن سيدنا يوسف عليه السلام إلى بيت المقدس عند أهله، وسأل سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل عن القبر فلم يعرف مكانه أحد، والتقى سيدنا موسى بشيخ عمره 300 سنة وقال له إن أمي تعرف قبر سيدنا يوسف وسأدلك عليه شرط أن تدعو لي بطول العمر. فدعا له موسى عليه السلام ودله على قبر سيدنا يوسف، وكان في صندوق رخام وسط النيل. وفي الرواية أن سيدنا يوسف لما توفى تشاجر عليه الناس، وأراد كل واحد منهم أن يدفنه بالقرب منهم لتصل بركته عليه السلام إليهم، واختلفوا في الرأي وكادوا أن يقتتلوا حتى اجتمعوا على أن يدفن في النيل لتصل بركته إلى أهل مصر كلها. ولما عرف سيدنا موسى بمكانه أخرجه من الماء ودفنه في بيت المقدس، ودفنه في بيت المقدس بجوار سيدنا إبراهيم عليه السلام. روى إبراهيم الخلنجي أن جارية المقتدر التي كانت تسكن القدس سألت عن قبر سيدنا يوسف عليه السلام لإظهار القبر وبنائه، فخرجوا إلى البقيع ووجدوا هناك حجر كبير، فأمر إبراهيم الخلنجي بكسر الحجر وانكسرت منه قطعة كبيرة. فلما أزاحوا الحجر فإذا بسيدنا يوسف عليه السلام لم يتغير شيء من حسنه ولا جماله، وصارت روائح القبر تفوح بالمسك. ثم أغلقوا الصخرة وبنيت عليها القبة الموجودة إلى الآن وتسمى بالقلعة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ليصل الفيديو إلى الجميع. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.